يعني بنبدأ المقابلة بسؤال: من هو توفيق دبوسي؟ التاريخ، العائلة، السيرة الذاتية. توفيق دبوسي خلق ببيت، طبعا والدي ياسر دبوسي تاجر، رجل أعمال أبا عن جد. العيلة بيرجع عمل تجاري بيعود ل600 سنة لورا. ربوا معظم أهلنا بحي اسمه دبابسي، سمي على اسم العيلة بمنطقة باب الرمل. والدي زوج والدتي من بيت المرعبي، بنت عمه للنائب طلال المرعبي. ربيت بين طرابلس وبين عكار. التجارة من الطبيعي انه كانت يعني بالجو اللي ربيت فيه، جو تجاري، بي وجدي رجال اعمال، وبصورة خاصة بالاقمشة كانوا. والدي كان بين التجارة وبين وبين الزراعة. بنملك عقارات بعكار. فتحت عيوني على بيت جدي اللي كان مفتوح، اللي هو كمان يعني مشترك نحن ووالده لطلال بيك المرعبي، خالد ومحمد اخوي. انا جدي محمد وهو عفوا جدي محمد يلي هو اخوه لخالد، وخالد هو بيه لطلال. حسيت قديش هالبيت بيحبوا الناس والناس بتحبون. من هون اخذ العلاقات التجاريه من مدينه طرابلس، واخذ العلاقات التواصل مع الناس من عكار. فاذا طفولتي كانت بين التجاره وبين الزراعه، لذلك بحس حالي مشدود للمزارعين وللتجار، ولكن عاطفتي اكثر للمزارعين لانه عشت قديش كان في صعوبة بالمواسم، هالموسم زبط وهالموسم ما زبط، وقديش كانت الأمور صعبة ولا تزال على المزارع. مارست التجارة بعمر صغير، كنت أنزل أثناء العطل الدراسية على محل والدي وجدي بسوق بزرقان. استقليت عن بيي وجدي سنة 73. اشتغلت بنفس المصلحة بالجملة، كنت استورد من خارج لبنان، ومن ثم انتقلت لعالم السيارات والعقارات ومحطات المحروقات. عملت متعهد نقل للموبيل اويل، كان عندنا صهاريج نقل. البدايات بما انه استقليت عن الاهل كانت متواضعه. اخذت ببدايه عملي موسم ليمون، لبستين ليمون بيملكوا الوالد، كان بهديك الوقت قيمته 10000 ليره لبناني، كانوا بيطلعوا حوالي 4000 دولار. وانطلقنا من مرحلة لمرحلة إلى أن حققنا أسسنا مجموعة دبوسي القابضة يلي بتملك 13 شركة، ويلي عندها بمختلف المجالات، بالتأمين وبالتجارة وبالشركة مالية، بالمحروقات، بالعقارات، يعني بمجالات مختلفة. اليوم المجموعة بموقع متقدم على مستوى
شمال ولبنان، بقلبها كمان شركة مقاولات. الحقيقة اللي تحقق أكثر ما كنت أطمح، اشتغلنا بالشأن العام الاقتصادي، كنا نعطي الفائض من الوقت للشأن العام، ولكن بعد وفاة زميلنا المرحوم عبد الله غندور وجدت نفسي مسؤول عن إكمال هالمسيرة، لأنه بذاك الوقت كنا أخذين قرار، خدنا قرض من البنك لتوسع بالغرفة قيمته 3.5 مليون دولار. أنا كنت مسؤول مباشر عن القرض، وبالوقت نفسه كنت شريك أساسي بالغرفة مع الرئاسة من موقعي كأمين مال، ومن ثم من موقعي كأمين عام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومن ثم كمان لرئاسة أسسنا صندوق تعاضدي على مستوى غرف التجارة بلبنان، وأنا اليوم رئيس مجلس إدارته. عملنا مركز وساطة وتحكيم، وأنا اليوم رئيس مجلس أمنائه. وفينا 3.5 مليون دولار، والحمد لله كمان عنا فائض كتير منيح بالغرفة. سبب الفائض طبعا أسباب عديدة، ولكن من أهم شيء أنه جرت العادة بغرفة طرابلس والشمال وبغرفة بيروت بكل الغرف بلبنان وبالعالم العربي بيصرف الرئيس حساب الغرفة. الحمد لله بما أنه الله سبحانه وتعالى مكرمنا بنصرف من مالنا الخاص، هذا بيخلي أنه يكون في فائض حوالي 200 ألف دولار بالسنة. هلأ يمكن يكون في عنا أشياء صارت عم نعمل خدمات فيها عم تكلف شوي، ولكن بدل التكلفة مقبول وبدل في فائض عن هال بال بال بالميزانية والموازنة. طبعا الجو العام في طرابلس صعب والظروف دقيقة، ما هو دور غرفة التجارة في هذه الظروف الصعبة؟ مثل ما نعرف أنه كل المناطق اللبنانية عم تمر بظروف صعبة، طرابلس والشمال هي المنطقة يلي عانت أكثر من غيرها، ومثل ما بنعرف كلنا سوا أنه المرحلة السنوات الماضية كانت سنوات عجاف وسنوات حامية من ناحية الأمنية، وجدنا أنه مفروض على الغرفة أنها تحتضن المجتمع المدني وتكون شريك أساسي فيه وتتفاعل معه، لأنه منعتبر أنه الاقتصاد هو الجزء الأهم بالتركيبة المجتمعية والوطنية. من هون سلكنا يمكن خط جديد بالنسبة للغرف اللبنانية، أنه نكون جزء أساسي وحاضن للمجتمع المدني وشريك، والحمد لله عم بيكون في تفاعل. يمكن البعض بيعتبر انه كان له مأخذ علينا انه الاقتصاد ما له علاقة بالمجتمع المدني، نحن عن قناعة وإيمان بانه الاقتصاد هو محور أساسي بالتركيبة المجتمعية. نحن بنلاقي انه غرفة التجارة والصناعة والزراعة قادرة انه تلعب دور حتى ولو كان ظروف مش عادية ومش طبيعية، عم نلعب هالدور هذا، عم نوسع الخدمات، عملنا حاضنة اعمال بالتعاون بين غرفة التجارة والصندوق التعاضدي ومؤسسة رينام عوض، وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، والحاضنة أخذت مصداقية على مستوى لبنان وأوروبا، واليوم هي بموقع متقدم. أسسنا مختبر
للمواد الغذائية أصبح معتمد دولياً بعد ما اعتمد من قبل الوزارات المعنية ومن قبل الجمارك، استثناه بشكل متواضع مع اليو اس اي، ولكن رجعنا بالإمكانيات الذاتية للغرفة نقلناه ليكون من أهم المختبرات بلبنان، واليوم اعتمد دولياً. فهذا الحقيقة يعني المشاريع والعناوين الأهم. اليوم نحن شريك أساسي بالهيئات الاقتصادية اللبنانية، وعندنا مقعد بالتركيبة الاقتصادية اللبنانية. علاقتنا ممتازة جدا مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية ومع كل الوزارات. نحن شريك أساسي باتحاد الغرف اللبنانية وأمين عامه. عملنا لوبي اقتصادي على مستوى لبنان من خلال الهيئات الاقتصادية اللبنانية. أول اجتماع بيحصل عمر الهيئات الاقتصادية اللبنانية أكثر من 60 سنة بلبنان. أول اجتماع بيصير خارج بيروت هو اجتماع 1 شباط سنة 2014. بيصير الاجتماع عهل مكتب بالزيت بغرفة تجارة طرابلس والشمال برئاسة معالي الرئيس عدنان قصار، واتفقنا على أنه نتبنى كل تفعيل المرافق الاقتصادية على مستوى لبنان، وبدءا من تفعيل المرافق الاقتصادية بمنطقة طرابلس والشمال. العلاقة مع وزارة الاقتصاد بالمراحل الماضية كانت فيها تشنج بأيام المرحوم عبدالله. بنينا علاقة مع وزارة الاقتصاد وحطينا الأمور بنصابها، وكان في لبس حول وصاية ورقابة، وضحنا الأمر واتفقنا نحن ومعالي الوزير الحالي الدكتور آلان حكيم بعد إحالة بعد إحالته للملف لهيئة الاستشارات بالقانونية بالوزارة، وحددنا أن الوزارة وزارة الاقتصاد هي وزارة رقابة وليست وزارة وصاية، لأن الوصاية بتكون على المؤسسات المملوكة من الدولة، بينما غرف التجارة هي مملوكة من الهيئة العامة. ولكن نحن متمسكين بكل وزارة وبكل وزير وبكل مسؤول، لأنه نحن مأمنين بأنه لا يمكن هالبلد يزدهر إلا بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. نحن اليوم مسؤولين بأهم مؤسسة اقتصادية القطاع الخاص بطرابلس والشمال، ومن هالموقع هذا حريصين على تعاوننا مع كل الحكومات ومع كل المسؤولين لما في مصلحة طرابلس والشمال الاقتصادية والاجتماعية والوطنية وكل لبنان. طرحنا مؤخرا أنه تكون تفعيل المرافق أنه تكون مطلب وطني وليس مطلب مناطقي. تمنينا، وهذا الملف الساي مفتوح على كل المسؤولين إن كانوا نواب أو وزراء، أنه يكون دائما الملفات الاقتصادية وتفعيل المرافق الاقتصادية والخدماتية تكون مطروحة على مستوى كل لبنان، وما تكون محور خلاف ونزاع ومحاصصة بين المناطق والمذاهب والطوائف. أنتم حملتم ملف الاقتصاد الطرابلسي وكنتم خير محامي له، ما هي رؤيتكم لدور الغرفة في كافة المجالات؟
كل إنسان بيقرأ تاريخ وبيقرأ وبيطلع على الموقع الجغرافي لمنطقة لبنان ولطرابلس الشمال بيطلع بقناعة بأنه طرابلس والشمال موقع استراتيجي ومهيئ ليكون طرابلس مهيئة لتكون المدينة الاقتصادية الأولى بلبنان. وهالكلام هذا مش عم نقوله من باب يعني من باب التزمت لمدينة طرابلس، لا بالعكس، من باب الإيمان بلبنان ككل، ومن الإيمان بلبنان والإيمان بأنه مدينة طرابلس والشمال قادرة تلعب دور اقتصادي وداعم ورافع رافع على الاقتصاد الوطني. علينا كلبنانيين أنه نآمن بقدرات المدينة وبإمكانياتها وبموقعها استراتيجي. طرابلس بتبعد كيلومترات قليلة عن الحدود السورية، الحدود السورية هي مدخل للعالم العربي. طرابلس بتملك مرفأ من أهم المرافق، اليوم عنده رصيف حيكون شغال ببداية 2015، طوله 600 متر، عمقه 15 متر ونص، حيكون جاهز لاستقبال البواخر اللي بيجي على ظهر بواخر الحاويات. واليوم الحاويات الكونتينر هن المستقبل الحالي يعني والمستقبلي لكل المرافق، يعني صارت معظم البضائع تنقل بالحاويات. ولل يعني لنعطي صورة شو يعني الحاويات، مرفق طرابلس مرفق بيروت 87% من مدخوله من الحاويات و13% من باقي البضائع او باقي الطرق اللي بتجي فيها البواخر. فاذا من هون بنقدر نعرف نحن انه الحاويات شو بتشكل مدخول لاي مرفأ ممكن يكون مهيئ لاستقبال الحاويات. في منطقة اقتصادية خاصة منها موجودة بكل المناطق اللبنانية، بدها استكمال. نحن طبعا هيدي من اولويات مطالبنا، استقبال المنطقة الاقتصادية الخاصة وتعيين مجلس ادارة لها. هيدي قادرة تلعب دور جاذب للاستثمار اللبناني والعربي والدولي. منقول للمستثمرين اللبنانيين والعرب امنوا بطرابلس والشمال وتفضلوا استثمروا فيها، هيدي الجزء الاهم بالتركيبة اللبنانية. هيدي المنطقة الواعدة لتلعب دور اقتصادي، وحتكون برأينا وبخبرتنا وبعلمنا وبثقافتنا حتكون طرابلس والشمال هي رافعة الاقتصاد. مثل ما اليوم طرابلس والشمال هي إذا بدنا هي كل المؤسسات العسكرية. يعني اليوم إذا منلاحظ أنه معظم المؤسسات العسكرية قياداتها وعناصرها من منطقة طرابلس والشمال، بنلاقي أنه نحن كمان حتى بمختلف المواقع عندنا قياديين من طرابلس والشمال. أهل طرابلس والشمال واكبوا العلم والمعرفة. عندنا خاصرة ضعيفة، الخاصرة الضعيفة هي المناطق القديمة بالمدينة. بنقدر نحول هالخسرة الضعيفة لخسرة قوية لما بنشتغل على البشر والحجر بالمدينة القديمة. منا شغلة كثير صعبة، عدد سكان المدينة القديمة لا يتجاوز 50,000، عدد سكان طرابلس حوالي 500. فإذا عندنا 10% من أهلنا بحاجة لأنه نخطط نحن والدولة لمعالجة مشاكلهم وننقلهم لبر الأمان ونحول المدينة القديمة لمنطقة تراثية. لأنه اليوم ما في مدينة
متكاملة تراثية بالمنطقة مثل المدينة القديمة بطرابلس. ومنعرف نحن أنه اليوم المدن التراثية بتجذب السواح اللبنانيين والعرب والأجانب، فإذا كل المقومات موجودة لأنه تكون هالمدينة إذا أمننا فيها وإذا استثمرنا فيها، استثمرنا كقطاع عام وكقطاع خاص، تتحول مدينة طرابلس وشمال لبنان للمنطقة يلي بتكون داعمة لكل لبنان بكل المجالات. خضتم تجربة المجتمع المدني وحاولتم إطلاق مبادرة مدنية طرابلسية، هل تحدثون عنها؟ هلا مستقبل المنطقة من الناحية بالنسبة لمقومات المنطقة حكيت لحضرتك دكتور. دكتور عبد السلام حقول شيء، اليوم في ملفين، الملف المقومات اللي موجودة بالمدينة ذكرناها، وذكرنا شو ممكن الدور اللي ممكن تلعبه المدينة. هلا الأمور الأمنية نحن لاحظنا بالأيام الأخيرة بأنه عم تمر المدينة بظروف مش طبيعية، وتقريبا امبارح كانت طرابلس حتى خاوية من الطرابلسية. يعني أنا امبارح مشيت بقلب المدينة، المدينة ما كان فيها أي حركة خوف الناس. نحن يلي نطلبه دولة تاخذ دورة، يعني ما بصير أبدا أنه يكون الأمن بالتراضي. نحن منريد يكون في عدالة، وطبيعي أنه في عدالة، وعندنا اليوم نحن رجل نوثق فيه يلي هو وزير العدل، وأكيد أنه ما بيقبل إلا ما يكون عادل مع كل الأطراف، لأنه كل لبناني هو ابننا وهو نحن مسؤولين عنه، هو مواطن لبناني. أي مواطن أو غير أي مواطن بيخطئ مفروض أنه يتعاقب، ومفروض يكون في عدل بالتعامل مع كل الناس، ومفروض يكون في حزم. نحن كمان عندنا وزير داخلية كمان منوثق فيه كتير، وعم نشوف مواقفه كمان مواقف وطنية. منتمنى انه هالملف هذا يلي نحن عم نعيشه من حوالي 10-12 يوم، منتمنى انه يصير في تعامل معه بشكل جدي وحازم وعادل. نجاحكم واضح في الاقتصاد، في العلاقات العامة، ما هو سر نجاح الرئيس توفيق دبوسي؟ الحقيقة بالدرجة الأولى المصداقية. يعني نحن اليوم أنا بتذكر أنه كنت طفل لما أجي نام عند بيت جدي وستي، كانت المرحومة ستي لما تقوم عم تصلي بالليل وأنا أصحى على صلاتها، لأنه كانت تصلي بصوت عالي وكانت تسبح بصوت عالي، فأصحى تقول لي ترجع نام يا ستي، الله يرضى عليك وعلى أبوك، يا ستي من أخذ ورد لا يرد، يا ستي من أخذ ورد شارك الناس بأموالها، صدق مع الناس، علاقة الناس، محبة الناس، احترام الناس. هذا ببيت جدي لبي وستي لبي، وببيت جدي لأمي كنت شوف انه، يعني بتذكر انا انه المرحومة والدتي اجا حدا من عكار من القرية من عندها بحاجة لا شيء، وكان بوقتها يلي بيظهر منه متوفر مع مصاري، بتذكر انه قامت سنسلة ذهب من رقبة اختي وعطتها للست يلي جاي، وسألتها أنا، قالت لي إنه هالست بحاجة للسنسلة أكثر من أختك. الحقيقة يعني نحن لما منآمن بإنه نحن البشر عيلة واحدة، وعلينا إنه دائما يكون في تعاضد فيما بيننا، ونعطي الأولويات ليلي بحاجة للأولوية. من هون الحقيقة عشت
بهالاجواء هيك، وحبيت الناس والناس حبتني، وبالوقت نفسه الله سبحانه وتعالى هيأ لنا كل يعني هيأ لنا ظروف لانه نقدر نكون صادقين وناجحين. ولما استلمنا غرفة تجارة مجبرا اخاك الله بطل، لانه انا بصراحة يمكن لو قبل لو توفى المرحوم عبد الله قبل الوقت اللي هو توفى فيه ما كنت قادر اعطي وقتي لغرفة التجارة، ولكن توفى بوقت انا كنت قادر، لانه مجموعتنا نزلوا علي اولادنا وصفينا نحن عم نشرف عليهم، فلقينا انه في عنا وقت وعنا جهد وعنا امكانيات، ومنحب الناس ومنحب الشأن العام ومنحب انه نترك اثر ايجابي. يعني مثل ما بتخلف ثروة لابنك لنقول بالمال او بالعقار او بالكذا، كمان لما بتخلف له ثروة انك انت اشتغلت بالشأن العام وكنت غيور على الشأن العام وكنت صادق وكنت محب للناس وكانوا الناس بيحبوك، بتصور هيدي كمان ثروة كتير اهم من الثروة المالية، لانه الثروة المالية بتتعرض للخسائر، بينما الاسم يعني بيكون هو الضمانة لأنهم يستمروا بالحياة ولأنه تنفتح لهم البواب. فنحن ما بنكون بس عم نشتغل لمجتمعنا الاقتصادي ولمجتمعنا الطرابلسي والشمالي واللبناني، بنكون كمان عم نشتغل لأنه نورث البيت الضيق إرث كويس يستفادوا منه ويفتخروا فيه. ما هو موقع العائلة في حياة رجل الأعمال وفي حياتكم الشخصية؟ هلا الحقيقة العائلة يعني لما الإنسان يعني بالبداية طبعا كل تركيزك بيكون على ذاتك، تتزوج بصير تركيزك على عائلتك. هلا الله سبحانه وتعالى بيعطيك أكثر، بتصير مسؤول عن العائلة الكبيرة يلي هي مثلا لنقول دبوسي ومرعبي. بعدين بترجع بتفوت على الاقتصاد او غيره، بتصير بتحس انك انت عائلتك الكبيره هي رجال الاعمال هلا الحقيقه انا صفيت حاسس انه لا، المجتمع كله سوا، لبنان كله سوا هو عائلتنا. هلا هذا بيجي بصراحه بيجي مع الوقت، يعني بيجي من خلال الخبره، من خلال النضوج بالتفكير، من خلال الايمان، من خلال يعني لا يمكن انه هذا يلي اليوم انا عايشه لو كان عمري 20 سنه ولا 30 سنه كون قادر اني اتفاعل بهالاجواء مثل ما بتفاعل معها هلا. وبالوقت نفسه انت بتشوف انه انت مرحله، يعني الانسان هو مرحله، ولكن في شيء عنده بحب دائما يترك اثر. يعني هيدا واكبر دليل انه قديش لما بيعمل عائله منها شغله سهله انك انت تعمل عائله. لما بتنجح بعائلتك بتصير برايي انا ان كانت عائله صغيره ولا عائله كبيره، ان كانت عائله ضمن بيت او عائله اللي هي الوطن. كمان هون بتمنى انا لا يفهم مني انه انا يوم من الايام بدي يكون اشتغل سياسي. انا كمان هون بوضح الامر انه لا يمكن، يعني انا اذا كان بيقدموا لي السياسه على طبق من ذهب، ويمكن انحكى معي اكثر من مره بهالموضوع، مع احترامي وتقديري هذا منو اختصاصي ولا مجالي، انا بجل كل سياسي وكل مسؤول وبنعتبره انه هو تعاوننا معه بشكل قيمه مضافه بحياتنا الاجتماعيه والاقتصاديه والوطنيه، ونحن سقف طموحنا هو اقتصاد وليس سياسي. ونحن سقف طموحنا هو اقتصاد وليس سياسي.